أثار فيديو متداول لتنصيب تمثال الملك الأمازيغي شيشناق جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للفكرة ومرحب بها وبين من هو مستنكر ومتهكم. التمثال يبلغ طوله حوالي 3.5 متر، قام بنحته الفنان الجزائري حامد الفردي، حيث تم وضعه بالقرب من المتحف الجهوي لمدينة تيزي وزو، وهذا بمناسبة حلول السنة الأمازيغية 1971. Thank you.